مساء الخير. قد يبدو هيدا الفيديو مخصص للرجال فقط، ولكن أنت أيضاً كامرأة عم بتحضري هيدي الحلقة قادرة أيضاً تستفيدي من بعض النقاط الأساسية. قلنا إن حركة شريرة أو لئيمة، مش مطلوب منك إنك تأذي، ومش مطلوب منك إنك تستغله وتتلاعب، لا، هيدي الحركة بتستعملها بقدر معقول فقط للحفاظ على شخصيتك، على غموضك، على تقلك نوعا ما. بيوصلني أوقات كتير رسائل من رجال أو استشارات بيطلبوا مثلا أنه أنا رحت لأتعرف على امرأة وكنت كتير صادق معها وكنت كتير صريح معها، وحتى أني دغري طلبت الزواج منها، ولكن للأسف هي رفضتني. هون شو بيكون؟ كلمة كتير بالحقيقة دايما في مشكلة معها، سواء كان للرجال أو للنساء. يعني أنت مطلوب منك تكون صادق وتكون تهتم، ومطلوب منك لما تتعرف أيضا تكون بنية الزواج مش بنية التلاعب، ولكن مش مطلوب منك أنت كرجل، وحتى المرأة استفيد شوي من هيدي البوينت اللي رح أحكي عنها، ألا وهي مش مطلوب منك أنك تكشف كل ورائك وتبين كأنك ملهوف محروق خلص مستقتل، يعني لتروح وترتبط كأن المرأة الوحيدة اللي ممكن تقبل فيك، أو كأن المرأة المثالية التي أصبحت بنظرك كل شيء بالحياة. هيدا الشيء بيحرق لك ورائك، بيحرق لك شخصيتك، وبيبينك بالحلقة الأضعف، بمعنى أنه أنت خلص كشفت كل شيء، سلمت كل شيء، فهي ما بقى عندها أي شيء تسعى له أو تتشوق لحتى تحصل عليه من خلالك. فيجب عليك أنك تاخد نوع من الغموض، واليوم بهيدي الخطوات رح أعطيك الغموض الخفيف والجذاب، واللي بيوصلك يعني لنوع من قوة الشخصية الجذابة، لأنه المرأة تحب الرجل قوي الشخصية مش العنيف، وهيدي أخطر نقطة للرجال اليوم. كتير رجال بيعتقدوا انه المرأة بدها رجل قوي الشخصية، يعني لازم انا اكون شرس بألفاظي، دايما عابس مد ايدي عليها. لا، مش هيدا هو النوع اللي بتحبه النساء. وبالفعل يعني احيانا بيحتار الرجل، وعن قلة معرفة بيتصرف تصرفات عشوائية لانه مش قادر يفهم ماذا تريد المرأة. واليوم انا سأقول لك تحديداً ماذا تريد المرأة. أغلب الرجال من ضمنهم باحثين كبار مثل سيغموند فرويد وغيرهم من علماء التحليل النفسي، دايماً كانوا يقولوا إنه مش عم نعرف ماذا تريد المرأة. المرأة قلنا تريد الشخص اللي ما بيكشف وراءه دغري، واللي ما بيكب حاله عليها دغري، ولكن بنفس الوقت المرأة بتحب الرجل اللي ببين لها إنه هو ملهوف وعنده عواطف تجاهها وإعجاب فيها وغزل نوعاً ما. فأنت هون بتضيع أكيد. كيف أنا بدي أعمل توازن بين أني يكون غامض وتقيل ومش كابب حالي عليه، وبين أني يكون الشخص اللي عم ببادر وعم ببين اهتمامه وإعجابه وغزله هيدي الأمور؟ رح أعطي عبارات ومفاتيح قادر تستعملهم ببداية التعارف على المرأة، مثل مثلاً أنه أنا رجل أبحث عن علاقات أو ارتباطات، لا أحب العلاقات السطحية أو المصاحبة والتسلية. طبعا بتفهم هيدا الشيء، ولكن أنا في صدد البحث وفي صدد أني أتعرف لأدرس شخصية المرأة، إذا كان عندي جزء من الإعجاب تجاهها، لأنه أنا أصلا ما بحب أحكي مع مين مكان، ومش أي امرأة بطلب رقم تليفونها. بهيدي الرسالة أنت شو عم بتبين؟ عم بتبين لأنه هي مش أي امرأة بالنسبة لإلك، وإنك شخص تنوي على الارتباط، ولكن مش أنت اللي اخترتك. أنا عم بدرس، أنا في صدد التعارف، أنا صحيح جدي وصحيح تقيل ومش أي امرأة بقبل أحكي معها أو بطلب رقم تليفونها، ولكن أنا مش أنت اللي اخترتك. صحيح ميزتك عن غيرك بإني أخذت رقم تليفونك وعم بحكي معك، ولكن بعد ما اخترت ونحن بصدد دراسة العلاقة لنشوف إذا رح يصير في انسجام وتفاهم أو لا. شوفوا قدي هيدي العبارة بسيطة وقدي عطيتك نوع من
التوازن بين الصفتين، يعني بين صفة انك تكون تقيل ومش كابب حالك عليها، وبين صفة ايضا انك تعبر لها عن اعجابك وعن اهتمامك وانك شخص جدي. ايضا نوع تاني من الاساليب اللي فيك تستعملها لتحافظ على التوازن بين الثقل وبين الاعجاب والاهتمام، هي انه مثلا احيانا تمدح صفة ايجابية بالفعل انت بتشوفها بالمرأة، ولكن فيك احيانا اخرى انك مش تقلها انه هيدا الشيء بشع، يعني ما تكون فظ او تقلها هيدا الشيء مش حلو او ما بيعجبني، لان كمان هيدا اسلوب جارح ويعني عنيف نوعا ما. فخلينا نستعمل عبارة انه لو بتزبطي او لو بتغيري هيدا الموضوع او بتشتغلي عليه اكتر فهو قادر يكون افضل، مع العلم انه انت طبعا قبل هيدي الجملة بتكون مدحت اي صفة ايجابية لنعطي اللين واللطافة المطلوبين، ولكن دغري من بعدها تعطي نقد. ولكن كيف النقد؟ النقد مش جلف ومش جارح انه هيدا بشع او هيدا الشيء مش حلو، لا، بتقلا عادي مقبول، ولكن بس هيدا الشيء اذا بتشتغلي عليه اكتر قادر يكون احلى، في يكون على اي شيء بيتعلق بشخصيتها بشكلها بلبسها. وبفضل دايما انه الامور تكون تتعلق بامور تتعلق بشخصيتها، لانه نحن مثل ما قلنا سواء للرجال او النساء مش حلو كتير نبين للشخص انه نحن لما ننتقد فقط ننتقد المظاهر والشكل الخارجي. حاول انه تلاقي شيء مثلا بشخصيتها بعلمها بعملها تمدحه، ولكن من بعدها دغري تحاول تنتقد كمان اما بشخصيتها او بعلمها بعملها بحياتها الاجتماعية، تمرق لها نقد، وهيدا النقد بيكون بالاسلوب اللي حكينا عنه. هيدا الشيء رح يخليها تعرف انه انت صحيح بتشوف فيها شيء حلو، ولكن في اشياء تانية انت شايفها ناقصة فيها. فانت هون اللي عم بتعيشها نوع من التحدي، انه هي ما عم تعرف هل انه هي كاملة مكملة بالنسبة لك او في نواقص لازم هي بعد تشتغل عليهم وتبذل مجهود اكتر لحتى تصير مثالية وكاملة بنظرك. ولكن اهم نقطة، الشيء اللي بدك تنتقده هو بالفعل بده يكون شيء انت مش عاجبك، مش هلأ تتنقي او تختار شغلك حلوة فيها وتروح تنتقدها فقط لمجرد النقد ولانك تطبق الحيلة، لا، بده يكون بالفعل هناك شيء معين انت مش كتير عاجبك بهيدي المرأة، فحاول انك تنتقده بالاسلوب اللي انا قلت عنه، مش بشع، ما تستعمل كلمة بشع او مش حلو، عادي، استعمل كلمة عادي مقبول، واذا بتشتغل عليه اكتر بيصير افضل وبيصير اجمل.